اكيد احنا حاسبين حساب انه هالمباراه ان شاء الله غدا انه نحسمها ان شاء الله نكون ثلاث نقاط حاسبينها. الحكام ما يحترمونا يعني ما يخافون من عندنا بسبب ما اعرف شنو السبب يعني شنو الدوافع. انا اعتبر انه متقسم اذا ثلاث مرات انه مراقبين الخطوط يخسروك ويعادلوك ويخسروك اذا القضيه متعمده وانا مسؤول عن كلام انه فيها قصد معين بالنسبه لنا. احنا لو عندنا فت فوزين لو كان عندنا فوزين احنا مستحقينها لكان الوضع يختلف طبيعي يختلف. اليوم عن يوم من الايام فقدت باللاعبين من الاصابات. عندنا اليوم علي كاظم رجع من لبنان صار مرتين ما تعالج. عندنا حسن عبد الزهره ما تعالج حدا عنده يشكي. ابراهيم نعيم يشكي. اكرم يشكي. كل اللاعبين يشكون من المناطق الحساسه اللي لا تاثر علينا الساحه. الله كريم عليكم ان شاء الله. استعداداتنا استعدادات جيده ان شاء الله وعازمين على ثلاث نقاط باكر ان شاء الله. كل اللاعبين جاهزين بس ابراهيم نعيم يشكون ان شاء الله. وضعنا الخطه المناسبه لهذه المباراه وان شاء الله نحقق ثلاث نقاط. زين ان شاء الله نوعد ونوعدك هاي لك ونوعدك بالميناء بعد. ان شاء الله. ان شاء الله هالست نقاط ان شاء الله الحصر عندها ان شاء الله. كابتن دائما من توعد تكون النتيجه حسب الوعد. اوكي يعني انا شوف سيدنا الثقه اللي تجي من خلالكم من خلال الهيئه الاداريه من خلال اللاعبين من خلال الاداره من خلال الاعلام من كل الحضور اللي دائما حواليها حتى اعدائنا اللي موجودين اليوم طوال تسمى منهم القوه في سبيل يستفزوني بهذه الاشياء. انا اتمنى انه يستفزني بعد اكثر واكثر انه يقول لي لا والله انت باكر مره راح تغضب يرد علي انه يقول لي لا باكر الا افوز اقدم له الاكثر واقول له احنا فريق جيد مو بالكلام احنا فريقنا جيد يوصل وعنده طموح يوصل وعنده طموح يوصل للاربعه للادوار الاربعه. هي هاي المتغيرات ممكن انت قلت لي المرحله الثانيه انه نجمع النقاط نجمع النقاط مو باي تحصيل حاصل. ممكن اخسر خمس لاعبين على ثلاث نقاط، لا اخسر ثلاث نقاط بسبب الخمس لاعبين راح يجيبوا لي خمس نقاط او ست نقاط او سبع نقاط بالمباراه القادمه، ان شاء الله وعدك سيء، ان شاء الله.